السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم الجماهيري، برنامج كلام الناس. نتواجد هذا اليوم من شارع النهر لنلتقي بأهالينا الأعزاء وننقل لكم معاناتهم، همومهم، مشاكلهم ومقترحاتهم وآرائهم. هذا اليوم نتواجد مع هذه الحركة الكبيرة مع أهاليتنا الأعزاء. السلام عليكم. شلون؟ من موصل احنا جايين. اي والله ما شاء الله، يعني أنا وسهلا بكم، شرف بكم. يا والله الموصل، والله الموصل لسه حلوة وتحسنت أحسن من قبل والحمد لله والشكر، بس نعاني حين من الجسور والله والمكسرات. شفتك جاي جاينا لبغداد، والله قلنا شوية نغير الجو، شوية نغير. بوجودك والله تستاهل. أهلا وسهلا بك. حلوة وعاصمة أهلنا مين أهلنا، يعني أنا يعني عندي خوالي هنا مين، قرايبي هنا، خوالي هنا، يعني جايين هنا. وحلوه بغداد والله. انا يعني من منطقه القديمه. القديمه باب لقش. منطقه القديمه. بيوتنا من هجر وقعد بيوتنا واي. الله يسلمك حبيب قلبي. والله اني طالب خريج. وطالب خريج وتخرجنا 2018 2019. ونستنى ان شاء الله التعيين. وقاعدين والحمد لله. اي والله. تنطر. اشتغل الحمد لله لما نستنى. فرصة سعيدة. سلموني على الموصل. سلمك على بيك. هلا ماما. هلا وعيني. هلا ابوي. صباح الخير. صباح النور بعد روحي. شلونك؟ شنو هالوجه الحلو؟ أحلى من التلفزيون الحقيقة. ماما أنا مقدمتك. الله يحفظك ويسترك. شنو الأخبار؟ الحمد لله الله يخليك. والله يا باني عندي شغلة بالتقاعد صار لها من 2012 لحد الآن. هواي. زوجي مقتول 2007 وعندي فروقات. اي يعني وما دا يقبلون ينطونا اياها. احنا نتابع وياك ماما. اراجع وما دا يفيد، يعني ما خليت. اليوم اخابر لك ماما. خابر لك السيد مدير هيئة التقاعد، مدير اعلامه الاستاذ علاء، حتى نتابع. يعني ماكو معامله من 2012 هذا هواي. 2012 ابني فروقات وعندي بنات اثنين يتامى وما عندي معيل، بس هو هالتقاعد. يعني حتى لو شينطوني انعم الله. الله يخليك. الله. منو؟ ام مروه. والله والنعم. بدول هالوجه. شكرا ماما. الله يحفظك. السلام عليكم. احنا قاعد نعاني بمنطقتنا مثل حي العامل. تبليط ماكو ابدا، يعني فد ما ادري يعني كلها عكر وكلها يقولوا جماعه مبلطيها وماخذين فلوسها، ما نعرف انا شنو هذول الناس اللي تجي سيارتك تكسر، هذا تكسر، لازم يعني واحد يباوع هالمناطق اللي شويه يعني فقيره تعتبر، هي شي تعبانه كلش، عكر كلها عكر. اللي صار كم سنه لحد الان، صار انا فيها 12 سنه لحد الان ما حد مبلطها. شوي انتبهوا عليها المناطق الفقيره، هسه بلطوها مره واحده، هسه بلطوا قسم من عندها وقسم لحد الان بعدها. الثالثه لحد الان بعدها ميها خلصان، قالوا المجاري مالتها زينه، بس العكر كلها عكر. وهذا يعني شويه التفات عليهم، بلكي تاثر عليهم الامين، الامينه العاصمه تباوع عليهم هذول. شنو بتفوت هي بحي العامل تباوع كلها عكر الثالثه ولا هذا؟ المرجو من عندهم المسؤولين متابعه هذا الشيء. الله يسلمك. مرحبا استاذ، شلونك قلبي؟ اهلا وسهلا بالشرقيه ومن كادرها وتتوجل داخل السوق. والله انا اريد اوصل صوت للمسؤولين. انا ابن عمي اسير مال حرب مال السعوديه، ثق واعتقد سويت معامله وكملتها وخسرت بها فلوس، وبالتالي ياهل اروح للامم المتحده، رحت للصليب الاحمر، رحت اريد بس واحد يقولون ها انتم ما لكم اي شيء. يا ابي ليش مو اسرى وبقينا ثلاث اشهر بالسعوديه وشفنا الويل؟ اي ما رفحي والله، وثلاث اشهر بالصحراء لا اكل ولا شرب. فد ولو يحسبونا فد مبلغ، مو انا مو بس اللي انا احكي، هم جماعت وياي بالمنطقه هواي، احنا اسره مال السعوديه مال ربحه، سوينا معاملات كملنا، تالي ايش كتبوا علينا؟ حفظ. حفظ معناه كل شيء. كل ما نروح يقولون والله بعد ما لكم تعليمات، كل ما اروح اراجع الامم المتحده، الصليب الاحمر، من حقوق الانسان، يقول لحد الان كل شيء ما لكم. زين انا وين اروح؟ اريدك توصل صوت المسؤولين. جزيل الشكر حبيبي، اللهم يعطيك الصحة والعافية ويحفظ العراق وأهل العراق. جميل. اي والله
شرقية بخدمتك يا حبيبي. الله يرضيك أخ عزيز، أخ عزيز رحم الله والديكم، الله يحفظكم. هلا أختي، شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يخليك، الله يسلمك. احنا أنا رجلي يشتغل بستوتة وبيتنا حير تعبان، يعني تنفخ عليه يوقع، وأجار ما نقدر، احنا هو أجار قاعدين بيه، وحتى أجار ما قاعد نقدر ننطي. أبو الآن دا يشيلنا، وإمكانيتنا حير ضعيفة. أنا وحماية قاعدين ببيت، وبيتنا حير تعبان، كله جرادية وتعبان حير، وظروفنا حير تعبان، وما نقدر نطلع بيت ساحة الزبيدة. احنا بيتنا وعيني، يعني انتظر من الشرقية انت تشوف لنا بكان او شيء. انا رجلي حيل تعبان، ما عندي بكاني، وانا صاحبة اربع جهال، وبيتنا حيل تعبان، ورجلي يعني ما يقدر يأجر بيت يعني اكثر من كانيته. شلون عايشين ماما؟ والله عايشين هاي الحمد لله على القد اللقمة عايشية، ما نقدر نطلع بيها صغيرة. ورجلي حيل يعني ما يقدر يشتري، هاي دامشي بالعقد مال زواج وجناسي، وخطية امي وياي. انا اطلب من الشرقيه انا شوفني اي شيء، حتى لو شغل اي شيء بكان يساعد رجلي. انا رجلي حيل تعبان، وكان يداوم بالحشق هو رجلي. يعني احنا شوفي ماما، اي راح ناخذ رقم تليفونك، اي ناخذ رقم زوجك، اي شخص ممكن يقدم مساعده او يقوم لك بالواجب ويحس ان انت اخته بنته، احنا راح نتصل بيك والله يوفقك. تواصلي هنا انا وياه. شلونك؟ شلون الصحة؟ شوني؟ الله يخليك. سرتشاو. شلون تعرفني أنا كردي؟ من هاي هذا السباح، ها؟ هذه السبحة هي من، مو صحيح؟ ما تحكي لنا عنها شوية هاي؟ السبحة؟ هاي هناك عندنا بالشمال يعني مرغوب بها، فتلقي شياب زين. أقول لك أستاذ، هذا الشارع معروف هنا البورصة والكذا. بلي. صحيح؟ تشتغل هنا؟ لا ما اشتغل هنا، بس انا عندي فد مشكله دريد. اي انا كنت بوزاره الداخليه بزمن صدام، انطردت على القوميه الكرديه، فعندي اربع كتب بس كتاب الطرد ما عندي، فهسه اروح لوزاره الداخليه من اول سقوط لحد الان يطردوني. ما اعرف. يطردوك؟ اي يجيب لنا كتاب الطرد، انا يعني كتاب الطرد مضيعه، بس عندي اربع كتب، بس جماعتي كلهم بالداخليه لحد الان. ايه والقرار 6988 يعتبر الاكراد مطرودين مفسوخي العقد ولا يقبل تطوعهم بعد صدور هذا القرار انطرد عليه. شنو اقدر اساعدك؟ يعني بس اريد اقابل الوكيل، هسه وزير ماكو، وكيل وزير الداخليه. الوكيل لا يلتقي بالمواطن بالوقت الحالي، لان سبق وان تحدثت مع السيد الوكيل عن مشاكل وهموم بعض الناس اللي تتعلق بوزارته. ذكر لي قال ان انا عندي يعني دوائر هي مختصة، هي تلتقي بالمواطنين وهي اللي تتابع، أنا منشغل بموظفين. يدلون على فد بوكان مثلا، غير اكو فد مظلومية محكمة مثلا تروح. بس احنا راح ناخذ رقمك في حال إذا ما إجانا اتصال من يمشون شغلهم، أساني موصول وعندي أربع كتب يعني. عزيزي احنا راح ناخذ رقم تليفونك، في حال إذا ما وصلنا اتصال من وزارة الداخلية، ولو السيد اللواء الدكتور سعد، مع للأمانة الرجل متعاون والرصد اللي تابع إلى السيد حسين يتابعون، ولكن مع هذا احنا ننتظر الوزارة مقبلة على وزير جديد، وإن شاء الله نفتح باب التعاون كما كنا عليه. للأمانة للأمانة والحق يقال، السيد قاسم العرجي وزير في وزارة الداخلية كان متعاون ويستمع للمواطنين، وكثير من المشاكل اللي طرحت يعني أصعب مثال السجناء السياسيين يجيبون اثنين يشودي مشون شغلهم زين. أنا عندي أربع كتب يعني رسمية، وأروح يعني ما يقيمون لي بالواجب، ما أعرف يعني. وين العربانة؟ هاي هاي من أريد نطلع. إحنا ما قاطعين الطريق. لا عاد وين تريد أدعمك يعني؟ يا عزيز خمس دقائق يعني، خمس دقائق يعني. على فدول قلبك الله يخليك. هسه المن اراجع على ما عملته، انا صاحب اطفال اربع بنات برقبتي. عيني استاذ علي، انا رافع معامله دارة المحاربين. اي راح اخذ رقم تليفونك، ومثل ما ذكرت لك راح نحل هاي المشكله ونتابع. اخذ رقمه واكتب عليه داخلية. جيتك عمي. رافع معامله دارة المحاربين من زمن نوري المالكي. وين؟ دارة المحاربين تقاعد.
زين من زمن الماكي مخليني وجبه 14 اللي هسه ما ماشيين الوجبه ليه؟ يعني اللي هسه انا كل ما راجع يقولون متوقفه بقاربين دائره المحاربين متوقفه بقرص كل يا وزير اللي يجي وزير مثل اللي تخصه الشغله اللي يجي يركن القرص على صفحه يقول انتم معاملتكم متوقفه يا بليش يقول ما مشي يعني ذاك يوم تيجي يقول لي الضابط قال يقول يا بتو الزمكم ميكروفون وروح بالطيران زين نددوا احكوا ما تسوون غير هالشغله كل شيء ما يفيدكم زين ثاني مين انا صاحب اطفال قاعد باجار عايش على عرب انا ما طرشي مين اعيش انا قاعد هسه اجار بيتي ب 350-400 ألف زين مين اعيش وبنات برقبتي وبنات مدارس يعني مدارس يردن وخدمت بالجيش 17 سنه زين مين هسه المن اراجع اذا تراجع تقاعد اداره المحاربين وش وجبات وقفوها وهسه يقول لك كل ما تروح يقول لك والله انت متوقف ما عليكم الجيش يقول لك انتم ما يعطوكم يعني يشطوكم شو ما عليكم رواتب زين احنا مين عيش غير مواطنين احنا غير خدمنا هذا البلد غير تعوقنا بالبلد انا هسه معوق بالاعلاني بحرب معركه الفوضى انا معوق زين مين اعيش يعني مين هسه انا وبناتي عائلتي مين اعيش عايش كاسب يعني انا هسه عمري 50 سنه يعني 50 سنه مع اربع بنات بالمدارس عندي تليفونك ونخابر المحاربين اليوم وتدلل عظيم يعني انا بس هذا المنفذ عنده بس انت المنفذ الوحيد عندي يعني ما عندي كل باب تطرقه ما حد يلبي لك طلب الف رحمة خادم انتظر ان شاء الله اليوم الله يعزك الله يساعدك استاذ علي شلون صحتك الحمد لله استاذ علي عندي حاله رجال كبير بالسن وقاعد بالزباله يعني بشارع النضال يعني ما جت تجهه وساعدته في اليوم يقولوا لي يا بتعطيني رقمك اعطيهم رقمه ولا احد يخابر وتنسي الشغله يعني ما عنده لا وظيفه لا شيء الله وكيلك الناس تتعطف عليه زين ما عنده لا اهل لا ما. والله هو قرايبي من بعيد اتمنى يعني دار المسنين تدير بالكم عليه يعني كبير يعني بال 75 سنه 80 سنه يعني فد مره حالته فد مره فد مره تواصل هنا ويا الاخ هلا حبيبي شلون قلبي شلون صحتك الله يحفظك ابو منو انا احمد اي من قضاء الصويره اي والنعم بك الاكثر شلون الصويره والله الحمد لله انا عندي هسه تم ساعه شفتني رجال متسول لاني ظروفي كلش تعبانه وعندي خواتي وعندي والدتي مريضه كلش عندها عجز بالقلب وبيتنا يعني ذاك يوم من صارت المطره غرقنا يعني عواميد وبواري واحنا نريد من الله ومن عندكم انتم وانتم السباقين ومثل ما يقول اني تمنيت امنيتي ان اشوفك واحكي وياك الله يعزك يحفظك الله واني همي 77 يعني عندي اخوي يشتغل عمال يعني يوم يشتغل ما سويت راتب انت عندي راتب بس ما طلع لي كملت المعامله وسويتها ما طلع لي مات شبكه الرعايه يعني وش اقول لك ذبيت والله يعني ذبيت اكثر من الراتب ها تعال الباكر تعال عقبه تعال شهر وعندي اخويا ما ضحيت الارهاب الشاشه اخذنا بس مال اول ما اعطونا مات الضحايا بعد ما اعطونا واخويا هم متزوج هو ومخلف عنده جهالتنا ولد وبنيه حياك الله تواصل هنا هلا هلا الله يسعدك استاذ علي يقول لك الشرقيه اول من يعلم واخر من يسكت صح لو لا اول من يعلم واخر من يسكت الشرقيه شو تقول انت والله ونعم بكم وانا عندي مناشدتين يعني. اولا كنت انا احد حمايه عادل عبد المهدي زين نفس رئيس الوزراء رئيس الوزراء نيالك منو قدك 2005 زين بعدين صارت هالمال شغله مال مصرف الزاويه عمي اللي كمش حراميه مال المصرف الزاويه زين الله يخبر له مسؤول حمايته طلعني تحولت الى الداخليه تعينت بالداخليه انا اول منتسب يكشف الجنسيه المزوره استاذ علي اول منتسب يكشف الجنسيه المزوره اشتكيت على فساد الفساد شنو مو ممتاز هسه انا حالتي حاله حمال ايش وين وظيفتك؟ وظيفتي اشتكيت على فساد يا استاذ علي زين بالمكافحه 80,000 دولار عصابكم اشناهم الحمد لله قلنا حرام وناخذ ال 80,000 دولار سلمناه للمكتب زين النتيجه شنو من رحنا اشتكينا وسلمناه للمدير مالتنا المدير مالتنا عنده اتصال بحيدر اخو وزير الداخليه محمد سالم الغضبان
بوقتها. زين؟ فمن سلمنا قال يابا انتم على اساس سوونا تشهير، شغله تشهير، وفصلونا. فمناشده من عندكم. قد خدمتك كانت؟ 13 سنه. راحت. كلها راحت. شو تقول مناشده؟ مناشده يعني اقول انا الحمد لله والشكر، يعني انا اول منتسب يكشف الجنسيه المزوره، وتالي ما تالي الحمال. زين انت يا عادل عبد المهدي، انا حميتك وحميت ابنك سيد هاشم. اتمنى النظر الابوي بس هاي. نعم، وانا بعد نطالب ونناشد رئيس الوزراء الاخ هنا احد حمايتك، رجل للامانه هو يستمع وحقق كثير من الاشياء اللي ممكن طرحت من خلال البرنامج. فاحنا نطالب وناشد دولة رئيس الوزراء ان يرى هذه القضية وان يفتح هذا الموضوع، لان هو عنده وثائق وعنده ادلة حول هذا الموضوع وهو من حمايتك سابقا. شكرا. رقمك هنا حتى اذا اجانا اتصال. الفروقات مال العسكريين، احنا العسكريين الجيش السابق. انا بالتسعين رجعت للعراق، كنا بالاسر اجينا، من رجعنا نطونا المكافأة 380 دينار بذاك الوقت. هسه لما راجع التقاعد يقولوا انتم مستلمين الا من بعد 2003 مطلعيكم من الجيش. زين احنا بالتسعين طالعين تقاعد، شلون 2003 استاذ؟ هم شوية فد نظر عندهم رافع علينا، التقاعد العامة الرئاسة. وبالنسبة لأراضي الشهداء، أنا مال الشهيد من 2015، ابني استشهد بالأنبار منطقة بالرياب، ولحد الآن أي حقوق احنا بالنسبة إلي أنا كوالي الشهيد ما ماخذ عنا شيء، ما منطينا لحد. قدمنا على أرض ذاك اليوم من 2015 قدمنا، ولحد الآن بس يوعدون بينا على أراضي مال الشهداء وما عندنا أي شيء. الله يعزك أبو حسين. عندي مناشدة. لا العفو. والله عندي محل مال الاسواق كماليات، بدي اسوق منه. بالتوفيق. علي انا احد منتسبي الحشد الشعبي، داومت 3 سنين، خلصتها معارك لحد ما رحت للهندسه العسكريه، داومت بيها 2 سنين لحد ما طلعت الاسماء وبدون راتب. لحد ما طلعت الاسماء كان يقولوا لي انت عمرك كبير، جابوا ناس من ورايا عينوهم واكبر مني بالعمر. هذا القتال اللي انت كله راح، واكو عدي عدمات، واني اخوي شهيد وديت لهم كتاب مؤسسة الشهداء. زين هسه يقولوا لي عمرك كبير وقاعدوني بالبيت. زين انا عندي 7 جهال وعندي ولد اخويا 9 ايتام وقاعد اجار، يعني يقبل ابو مهدي المهندس بهذا الحكي؟ انا اريد اقابله هسه، اريد اقابله. ليش ما تقدر تقابله؟ ما اقدر، ما اندله. وين ما اروح يقولوا له ما تندله، ما تلقاه، ويضيعوه علي وما اشوف. بالمعارك كنت اشوفه ابو مهدي الحجي، يجي بالمعارك هو وحجي هادي العامر ويقعد يمنه وياكل ويانا، بس من ثبت الحشد قعدوني. وعندي عدمات وعندي كتاب مؤسس. يعني هسه تطالب تلتقي؟ اطالب يرجعوني. يعني هنا أنا مواطن احد منتسبي الحشد الشعبي اللي قاتل يطلب لقاء الحاج ابو مهدي المهندس. والله احنا راح ناخذ رقمك اذا شفنا. يشوفني واكون له ممنون، والكم طبعا اذا يشوفني ويجز علي او يتصل بس اقابله. مو غلط، ليش شكوا بها؟ انت اذا اجانا اتصال من عندهم راح نتصل بك فورا، وعسى ولعل ان انت ترجعون لله الشهداء. اي تسلم 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 لي تسلم لي حبيبي. شوكم زينين؟ شو اسمك؟ حسين. حسوني الورده. وانت شو اسمك؟ اسمع علي. وين بيتكم؟ بالسبا. انا بيت هو على الشاطئ وانا بالسبا. بالسبا. شنو تشتغل حبيبي؟ قلت احكي لنا على الفساد مال اتحاد كره قدم. جيتك عم. قال حجي تعال. قال حجي تعال. قال حبيبي بي ساعه تطلع للشغل؟ بالسبعة. سبعة الصبح. بي ساعه ترجع؟ ب 12. وانت؟ انا بالسبعة الصبح. بي ساعه ترجع؟ ساعة الثالثة. شرقية. حصل عمو باليوم؟ شرقية. ها؟ قد حصل؟ 20 25. وين 25؟ ذني كل ما بيهن 2000 دينار.
ألف دينار ما بي، هو احنا ما جينا حسب امي امي الناس تنطي ومدرستك مدرسه ما عندي ما عندي ما عندي اصلا ما داومت ما داومت وانت المدرسه لا بطل يعني احنا اكثر من مره نتحدث وننوه بخصوص قانون حقوق الطفل. هذول اطفال بهذا البلد يعني خطيا حرموا من المدرسه والتعليم وحقوقهم رغم انتمائهم لهذا البلد الغني الثري اللي البعض تمتع بخيراته ووقع بها الفقير. فاحنا نتمنى يعني حقوق الطفل حقوق المادة 30 بالدستور العراقي. زين هذا الطفل شنو ذنبه؟ هذا غير هسه ما قاعد يدرس. هذا ذنبه شوف. السلام عليكم عزيزي، برنامجك هذا طبعا جدا واقعي ويمس حياة الناس. لطالما خرجنا في احتجاجاتنا في ساحات التحرير، لأن احنا ميدانيين ويا الناس. قلنا لهم اكو مادة دامغة بالدستورية اسمها المادة 30، والله سألت أحد النواب ما عرفها. المادة 30 تكفل الفرد. هذا الفرد اللي صوت لهم، الفرد اللي طاهم صوته للدستور، تكفل الفرد من قبل الحكومة بالضمان الصحي. يعني انا ما ابيع بيتي واروح اودي ابوي للخارج. الضمان الاجتماعي، اولادي مكفولين. الضمان الاجتماعي هذا جدا مهم، نشوف الاطفال هنا يعني يتسولون من هنا ومن هناك. عندك الحياه الحره الكريمه، يعني اعتقال بدون مذكره قبض. السكن الملائم هذا كله موجود بالماده 30. الدخل المناسب عزيزي، يعني هذني الاربع خمس فقرات لو طبقت ثق ما تلقي بعد فقير هنا، وعندنا موجود المتسع من الاموال، موجود الاراضي، ابنه سكنوا الناس. يعني الكارثة أن هنالك أيضا قانون منافع الاجتماعية، هذا قانون منافع الاجتماعية مرور الكرام من 2011 لحد الآن. شنو قانون منافع الاجتماعية؟ رواتب ضخمة في قانون التقاعد، هذه الرواتب الضخمة توصل عادة إلى 4-5 ملايين. هذا الأربع خمس ملايين توحد، وهاي الأموال الزايدة اللي بعد ما يقلل هذا الراتب يوزع بالتساوي على القطاع الخاص. هذا موجود في كل بلدان العالم. عجيب، من 2003 لحد الآن قانون واحد ما نفذته. هذه كارثة هذه. اشكرك عزيز. شكرا. السلام عليكم حبيبي. اشتري من عيوني ورا البرنامج راح اشتري يا حبيبي. لا حبيبي اشتري منه. يعني شنو ذنب هذول الاطفال؟ يعني شنو ذنبهم؟ اهلهم محتاجين وهم انحرموا من حياتهم. هذا ضحيه مجتمع اصبح الان بسبب فساد سياسي وإهمال الأهل. الأهل يردون يعيشون، يقول لك أنا صار مصدر رزقي ابني الطفل. زين إحنا ليش ما عندنا حقوق للطفل؟ ليش ما عندنا قانون خاص للطفل يساعدهم يحميهم يكفلهم يحتم على الأهل يخليهم يتعلمون؟ يعني هذا راح يكبر لا يعرف يقرأ لا يعرف يكتب، لا عنده مهنة لا عنده حرفة، سوى أنه يفتر بالشارع. السلام عليكم. عيني احنا مهجرين من صلاح الدين، عيني صار 5 سنين. زين هسه مناطقنا تراب، بيوت مدارس كل شيء ماكو. عيني زين يا بنطونا من حاجه تقولون دا تجي من الدول من عندكم، كل واحد 10 ملايين كل واحد 5 ملايين. خلونا نرجع واحد يبني له غرفتين ويقعد بقاعه، عندنا كل من عنده 10 و20 دونم. عيني على مود نبني ونقعد. شنو انا هنا هسه عمري 50 سنة عندي قاع ما اقدر لا بيت اقدر ابني لا شيء، مهدمات بيوتي وزرعي راح وقاعي قاعد ناس حب عربانه. شنو معناها يعني؟ انا بالجيش خادم. عيني بلد تعرض الى هجوم. زين شنو احنا ذنبنا؟ انطونا مبالغ من هاجات من احمال الدول من عندكم. شنو بلد فقير؟ يعني والله عيب من يقولون من الخليج وما دخلين يجيبون. بلد نايم 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 على خزين مال نفط وغيره. يعني من ذاك اليوم لليوم ما حد ارتاح من الستينيات قبل من الله خلق العراق. ماذا لو ضيم المواطن ويجي من غير دول من عم بيها ونايم بيها؟ زين خدموا لهم 15 سنه كل واحد ياخذ له 40 مليون 50 مليون. شنو نخدم العمر كله من حصل 500 ألف؟ يعني انا الشهر كله طب انا عندي 4 أطفال يداومون. زين ثق بالله ابني عمره 19 سنة أنطيه 1000 دينار يروح ويجي على مود ما يبطل ويشوف هذه. زين طونا من أحد نبني بيوتنا ليش يجي؟ والله شنو ماكو مناح ماكو، واسمع المليارات اللي يبوقوها. زين أسأل أرجع أنا ما أقدر ما عندي، لو يعطوني 2 مليون أروح أبني لي غرفة وأقعد
وشوي شوي اعيد حياتي. منطقه يعني ضربها زلزال تعوفوها ما يصير. تقضب المحافظ يقول لك ما عندي، تقضب المجلس المحافظه ماكو، مجلس النواب يصيح ماكو، نايمين. زين انت شلون انت مسلم شلون تقبل هاي النساء والغيره نايمين بدون بيوت؟ شلون يعني انت تقدر تنام؟ انت تقول عشان تريد يعني الناس انت قدوه وتدير، الا ما تقدر تدير البلد عوفوه؟ شنو يعني انا عمري 50 سنه يوم هاي هسه اشوف ذني وربك هاي من الصبح لي هسه شرد انطي للعائله الغيره؟ تريد هسه تبوك ولا تصير لك وطنيه وتشلب بيك وهذه؟ زين شلون ما تريد تبوك؟ يلا هسه انت قل لي، انت كون مكان عندك ثلاثه زلمه يداومون بال كل واحد بالسادس علمي وبالخامس علمي، انطي يوميه كل واحد 1000 دينار ثقب محمد. زين هاي شو تريد تودي لهم هسه مسواك؟ شو تريد تودي لهم؟ وانت بالله احنا معدومين، اللهم ان شاء الله ينتقم منهم هم وبعيالهم. مرض ان شاء الله اللي ما يقدر عليه اي حكيم. شوفوا العالم، شوفوا الناس شلون تعبانه، موظف بالله نقول عايش زين، هاي ملايين اللي مو موظفين، وبلد مليان خزين فلوس ربك وذهب ما يكفي ملايين السنين. شنو كل من يبوق ينهزم لا يجيبونه لا يعدمونه لا يسجنونه؟ يعني هذا احنا حالنا؟ دفعونا كل واحد مليونين وقولوا عم رجعوا 3 ملايين 5 ملايين بهالبطاقه التمنية هسه كل شهرين ماكو، 3 اشهر ماكو، وين جاي تروح المال؟ وين جاي تروح؟ شعب نايم. يعني شنو الشعب نايم؟ هاي السودان ذاك اليوم جابوه قفصوه جوا ذبوه، شنو نايمين على شنو الذله هاي؟ شنو يقول لك اسكت واسكت؟ هو شنو اللي اسكت؟ انت تريد مسلط عليه يعني تعدمني انا وعائلتي؟ هاي هذا اني هو يقبل ذاك اليوم جاي ما ادري من الدوله 50 مليون ياخذ بالشهر، والله العظيم مليون زايد عليه، نايم تبريد سياره تودي حمايات وغيره. اللي قرر يكون مسؤول في العراق يعني هو يريد يخدم البلد. الخادم للبلد المفروض يكون عمله طوعي مجانا بلاش، صاحب غيره مو صحيح؟ هسه احنا ما نريد ببلاش، بس احنا نريد نبتعد من هذه الصفقات. هنالك صفقات، هنالك امور كلها قاعد يسجلها التاريخ اليوم ما نحكيها باكر. يعني واحنا متابعين، يمكن قاعد يشوفون الشرقيه متابعه لهذه الامر، خصوص الفساد الاهمال وما شابه. شكرا. عيني وهاي سالفه الوجبه، وكل شهرين مدى ينطون، وين جاي تروح الفلوس؟ الوجبه وينها؟ اللهم ينتقم منهم، اللهم هم ما يظلون. هو هذا العراقي ظل يدعي ما جاء واحد، ها عيني، وظل مستمر بيها، لازم نهجم بيته وينتهي. بس الشعب لازم يتحرك. السلام عليكم. السلام على قناة سلام السباقة في نقل الحدث والخبر الأكيد. احنا على باب رمضان، وكل أكثر شيء ثلاثة أربع عالم عطالة بطالة. يعني قبل شوية حكي الوزير صارت مداخلة هسه. يعني مفردات البطاقة التومية وينها؟ زين مو عندنا منين يجيب؟ إذا أقول لك ثق بذات الله وحق من أنزل القرآن، احنا نشتغل هنا كنا حمالين. ملكيته 10,000 بالبيت، وأنا عندي 4 بنات وقاعد بالتجاوزات، والشكوى لله. وعسى هبخت الحكومه، دوله فاشله وحكومه فاسده. السلام عليكم. العفو. هلا عليكم. السلام عليكم. بعد مراجعتي للاداره العامه، هذا الشيء اللي انا عانيته مو يعني انا عاني لوحدي، وانما راح يحصل والمراجعين من الشعب. فهنا هنا التعامل اللي لاحظته بالاداره العامه. يا اداره عامه مالي دار؟ التقاعد العامه مصرف الرافدين. هاي اليوم اللي حصل. اولا راجعتهم ما اعطوني حقي، وبعدين هو يقتنع يقول لي يعني ما يقنعني بس هو يقنع نفسه. قلت له مو هاي نقاط 1 2 3 هاي اللي حقاني. زين قال لا انتم كل من يريد واحد يعني شلون يقنعه. زين قلت له اقنعني عند هاي الامور 1 2 3. فاللي عانيته بصراحه اللي عانيته انه بعدين بعد ما راجعتي للمدير العام ما خلاني ادخل، قال لي انه ممنوع. فحاولت انا يعني شلون بطريقتي، سالت احد الموظفين قلت لهم وين المدير العام؟ قال المدير العام اشر لي مكان، هم يخاف منهم ذول بصراحه، يعني عصابه هي صايره مو زين. ورحت على الاستعلامات الداخليه، ابو الاستعلامات الداخليه اثنين قاعدين هم، ردت ادخل على المدير قسم لي يمين يعني حتى انه يتخلص من لان ابو الاستعلامات العفو ابو شو اسمه ابو الاداره العامه
ابو الحاسبه، ابو الحاسبه راضي انه ما يخليني اوصل للمدير العام. ان شاء الله عمي وصلت هذه المشكله، وهذا دور الرقابه المفتشيه، لانه لك شكاوى كثيره بخصوص المتقاعدين، المتقاعد اللي خدم هذا عمره كله يخدم بالدوائر، وبالتالي يتعرض لسوء التعامل من قبل الدوائر اللي مختصه بالتقاعد. شكرا جزيلا عمي. بالضبط، هي جماعه الحاسبه. بالضبط جماعه الحاسبه. شكرا عمو، شكرا. شلون قواك الله عيوني، عافيتك امورك، الله يسلمك، الله يحفظك ابو حيدر. نعم الله يستر عليك، الله يحفظك. شنو شغلك؟ والله اشتغل كاسب عند عربانه، ولا شغل ولا عمل. الوضع هاي نسال حكومتنا احنا على الوضع مالنا، نظل على هذا الوضع يقتلنا الجوع، والمصرف مليان فلوس، يطول الشعب ياخذونه هم بكيفهم. أنا من 2007 مهجر من دياله والله العظيم، لحد الآن ما مسلم المنحه مال المهجرين مالتي. من 2007 أنا مهجر علاوي، المنحه مال المهجرين لحد الآن ما مسلمها. زين شو وقت يسلم علاوي رحمة الوالدك؟ زين هسه احنا مفصولين وزارة الداخلية، أريد نرجع احنا شو وقت نرجعونه يلا؟ أنا مفصول أريد أرجع أنا للخدمة مالتي. لا أشتغل عربانة عمي هاي، والله العظيم ما مستفتح لحد الآن. زين مكسورة رجلي والله، وقوة قاعد أدفع عربانة. سورة رجليك؟ اي والله بقوة في عربانة. وصاحبين عوال وقاعدين جارات. 2007 علاوي والله. المنحة مال المهاجرين ما مستلمة لحد الآن، من 2007 هاي 2019. زين شو وقت تعطوني اياها بعد يلا؟ زين ميزانية 120 مليار دولار. زين وين يروح الفلوس؟ وين يروح؟ زين شكرا على هلا حبيبي شلونك؟ العفو الله يسلمك الله يخليك. عبد الله على سلامتك، شبيك؟ والله احنا عندنا عجز كلوي، اغسل الكلاني. الحقيقة بس أطلب من خلالكم وخلال قناتكم يرجعون دكتور عمر سالم يزرع. دكتور عمر سالم اللي هو أحسن جراح بالوطن العربي يزرع كله، موقفي الوزارة، موقفي الوزارة ما أعرف والله، يقولون قانون ما أعرف شنو، ما أعرف شنو السبب ما أعرف. سن القانوني خا؟ لا لا مو سن القانوني، ما نستين دكتور، بس هو حاليا بالشمال يتكلف 60 مليون ومكلفة جدا، وأنا صاحب عائلة عندي أطفال اثنين برقبتي وما عندي لا شغل أعمل يعني. من خلالكم بكيت يرجعونا لانه مكلفه والله، الله وكيلك يعني، بس تحاليل بالشهر وغسل ب 600,000 دادد، بس يرجعونا دكتور عمر. دكتور عمر والله زين، هذا مطلب جماهيري للدكتور عمر عمر سالم خطاب. نتمنى تدخل المعالي الوزير بحول لمتابعه امر ابعاده. زين 50 60 مليون بالشمال، لو تنجح لو ما تنجح، بينما دكتور عمر هو افضل جراح بالوطن العربي. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. الصوره بروح ابوك، والصوره اللي تاخذ وياك على الاقل فلوس ماكو، خلينا ناخذ صور. يلا الله يرزقك يا حبيبي، شكرا جزيلا، الله يرزقك ان شاء الله. مشكور ابو استاذ علي. اول شيء السلام عليكم، وياك ابارك لك على مكتبك، السلام مدير مكاتب قناه الشرقيه. شكرا جزيلا لك حبيبي. الكل العاملين بمكاتب الشرقيه ما همهم سوى ان هم يخدمون الناس، وننقل صوتكم ونتمنى ان نكون اهلا لذلك لخدمتكم لا اكثر. الله يوفقك. صاد علي شنو ذنب هاي الشباب؟ كله واحد لو عربانه لو حمال لو هاي والخير مالتهم عنده بكالوريوس، وانا واحد من الناس خريج واخ شهيد وعم شهيد، اخوي انفجار 2009 وعمي اعدمه صدام الملعون بالسنة 85. شنو ذنبي؟ انا خريج مقدم على وزارة التربية مال التعيين، لحد الان منتظر يوميا باكر عقب سنة شهر. شنو ذنب نحن؟ شنو ذنب نحن الخريج؟ خيرهم هسه، خيرهم ماكو عنده بكالوريوس يدفع عربانة، شنو ذنبه؟ والمسؤول قاعد نايم على التبريد، شنو ذنبه نحن؟ اتمنى يوصل صوت الوزير التربية، يعني تعييناتنا وين؟ تعييناتنا وين؟ ساعة بالخامس، ساعة بالرابع، ساعة بالثالث، هسه شمرونا للثامن، وراها بالعطلة وين؟ يعني انا شنو ذنبنا؟ والله انا خريج ما يصير تقدم على شهاده مالتك دبلوم ما تكفي، تقدم على الاعمال الاعداديه ولا كاتب. الحل وين؟ شكرا لك. شكرا لك. الى غير امور. الحكومه خل تسمع انه الشباب قام تنجرف الى غير امور، احنا من مدينه الصدر. شباب قام تشتري تكتك، اليوم اشتراها باكر سلبوه. وقام تنقتل الشباب من وراء هاي الحكومه. ومن وراء بس بوقهم وبس إلهم. بزمن النظام البائد تعيننا على التصنيع العسكري نصنع أشكال وألوان، عطلوا 150 معمل وقاموا يستوردون من إيران
جهات متنفذه وجهات سياسيه تستنفذ من ايران ومن تركيا ومن يعني بس الهم معاملهم ومن الصين بس الهم، وهاي الشباب كلها قاعده، شباب خريجه وشباب عاطله عن العمل وشباب راح تنجرف وراح تقتل وتسلب وتنهب من اجل لقمه العيش. علي الحكومه جاي تسمعك وتغلس، ليش؟ ليش؟ لانه ليش؟ الناس انت من الناس اقطع ثلاثك بلف خير، انت بيا مكان هسه انت، الله عليك بيا مكان. رحمه الله على والدك، شو تشوف بلدك؟ شو تشوف بلدك؟ ابو الخير عم ابو الخير هذا، اتحداك رحت الدوله وارتحت بيها؟ شكرا جزيلا. والله شوف احنا من جعاد العبد المهدي لحد الان ها صار له شقد 4 أشهر او 5 أشهر. لا غذائيه، لا طلع مجال خليه فرق اللي بقلبي او لا، هاي اول ما طلع صح كل فرد عراقي راح نطيق قطعه ارض. هاي كل شيء ماكو سمعناها صار ها، والعدس اهم شيء العدس عمي، هاي الاربع اشهر 5 أشهر ما اريدها، بس اريد بشارتك مال العدس من سخام الله وجوكم ووجه جاوبكم ان شاء الله. حبيبي مشكور. أبن يعني ماكو مشكور. انت ايش تشتغل؟ انت ايش تشتغل؟ انا اشتغل كاسب والله، كاسب اشتغل هنا. مشكور على هاي كل الشباب، لا شغل لا عمل، قاعد بيدخن سجاير، كل شيء ماكو لا شغل ولا عمل. عسى انا بحظكم وبختكم وبعوائلكم يا ذيول ايران. هي شرد اقول ها عمي شلونك؟ الله يخليك، هلا ومرحبا عم. الحل ايش وقت؟ احنا بس نريد حل، يعني احنا بس اعلام وهوسه وجيب وهذا قدم وهذا يسوي وذاك كذا، بس الحكي بمعنى بفائده؟ اكو فائده لهذا للاعلام هذا هسه حاليا؟ هذا الاعلام لما بدها تطلعوه بفائده للناس؟ مثلا اذا تاخذون مثلا هاي الناس الشريحه الموجوده اللي تعبانه اللي ما عنده، اصبحت هي شريحه جدا كبيره مو قليله، يعني مو قليله مو قليله. وثاني شيء احنا الدول المجاوره إنه مو اسجن من عندنا ولا اكثر من عندنا، لا مال ولا ثقافه ولا علم ولا كل شيء. احنا حتى الناس اللي العلماء كلها قام تطلع، لانه قام تنقتل، لانه من وراء من؟ من وراء الماده، لانه يجي واحد يشوف عنده فلوس يروحون عليه يقتلوا. الدكتور المهندس العالم الدنيا العلماء منين مالتك؟ كلها مو من العراق، خارج العراق خارج البلد. احنا يا دوله احسن من عندنا. مشاهدينا الكرام وصلنا اياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، كنا متواجدين واياكم بشارع النهر قرب البورصه مع هذه الحركه من قبل المواطنين، وخصوصا بهذا المركز الأكبر اقتصاديا في هذا البلد، رغم إهماله رغم الاهتمام واستثماره من أجل أن نتطور وننهض بهذا المكان ليصبح مركز أكثر به ورقي لاستيعاب الكثير من الأمور. مثلا تفتتح بهذا المكان مجمعات، مولات، افتتاح لاستثمار لتشغيل هذه الأيادي العاملة أكثر ما هي منشغلة بخصوص العربانة والعمالة. كنا نتمنى هذا، ولكن هي الخطوة خطوة. أول خطوة تحسب إلى الحكومة بإعادة فتح هذا الشارع، ولكن في أيام القادمة نتمنى أن يكون حركة اقتصادية. وأتمنى ألا أقول أتمنى، لأننا كثير التمني دون التحقيق. ألتقي بكم على حب الله والوطن.